وللحديث عن تصريحات الملك الأردني حول إنشاء نسخة شرق أوسطية من حلف الناتو، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور بدر الماضي. أهلا بك معنا دكتور بدر. أهلا أهلا أخي العزيز، حياكم الله دكتور بدر. يعني ما هي دلالات تصريحات الملك الأردني في هذا التوقيت بالذات في ظل ما تمر به المنطقة والأردن بشكل خاص من تداعيات؟ يعني أولا أنا أعتقد أن هذه التصريحات تأتي في سياقات استراتيجية وتحديات استراتيجية كبيرة للمنطقة. قضية التحالفات العسكرية أو ما يسمى بالنيتو العربي كانت طرحت قبل سنوات، ولكنها حقيقة لن تجد عند بعض الأطراف العربية أذانا صاغية بسبب اختلاف توجهات السياسية لكثير من الدول العربية حتى وإن كانت صديقة وحليفة في بعض الملفات. أنا أعتقد ما طرحه العاهل الأردني الآن لا أعتقد أنه يذهب بعيدا عما كان في سنوات سابقة، بمعنى أن هناك بعض الأطراف العربية لا أعتقد وهي مهمة ستكون حقيقة يعني تهتم بتشكيل ناتو عربي أو تحالف عسكري عربي، لذا أتوقع أن الأمور ستذهب إلى أقل من درجة ناتو عسكري عربي إلى تحالفات عسكرية في المنطقة. لأننا نعتقد أن بعض الدول العربية لديها تحفظات، وبعض قد تكون دول إقليمية لديها تحفظات، خوفا من أن يكون هذا الناتو العربي هو جزء من عملية التطبيع المجاني الذي يقدم إلى إسرائيل والتي يمكن أن تكون جزء من طيب هذه التحالفات العسكرية. نعم دكتور بدر، يعني حتى ما تفضلت به لربما لا يكون إلى مستوى تحالف عربي يشبه الناتو وإنما تحالف عسكري هنا أو هناك، هل يبدو هذا طرحا واقعيا قابلا للتنفيذ على أرض الواقع؟ يعني أنا أعتقد من خلال التفاعلات السياسية الموجودة في الساحة العربية وحقيقة عدم إدراك إيران مثلا في المنطقة للسعر السياسي الإيراني، والذي صراحة والذي بدأ مزعجا لكثير من الأطراف العربية، وللأسف أصبحت يعني هناك تصنيف جديد للأعداء في المنطقة، ونعتقد أن إيران تحتل التصنيف الأول للعربي الرسمي أو للحكومات العربية بسبب سلوكها السياسي والعسكري والتدخل في المنطقة، فلم يعد أمام كثير من الدول العربية المتأثرة بهذا التدخل الإيراني إلا أن يعني تقع في شرك صراحة الحماية الغربية والإسرائيلية تحديدا. فلذلك أنا أعتقد أن هناك في دفع للدول العربية من أجل الاعتماد مثلا على التحالف العسكري مع إسرائيل مقابل صراحة التدخلات الإيرانية التي جرت في المنطقة وفي الدول العربية، والتهديد الأمني الذي بدأ واضحا تشكله إيران لكثير من الدول العربية. تحالف عسكري، يعني مهما كان حجم وطبيعة هذا التحالف، هل تظن أنه قادر بالفعل على كبح جماح إيران ونفوذها في المنطقة؟ يعني أنا أعتقد ليس بالسهولة صراحة إلا إذا كانت هناك مواجهة مباشرة، والمواجهة المباشرة هي خسارة لكل الأطراف. يعني أنا أعتقد أن النفوذ الإيراني بدأ يتغلغل إلى البنى الاجتماعية في العالم العربي، وأنا أعتقد أن إيران دائما لديها الخطط لا أن تكون في المواجهة وإنما تجعل الآخرين في المواجهة. نحن نعلم الآن أن هناك أدوات وأذرع إيرانية كثيرة في المنطقة هي التي تقوم صراحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة بالنيابة عن إيران، فلذلك كل الميليشيات والأذرع التابعة على إيران هي التي يمكن أن تواجه الحكومات العربية أو الجيوش العربية، مما يجعل إيران إلى حد كبير جدا بعيدة كل البعد، ولكن هذا سينعكس سلبيا على هذه الدول العربية التي يعني أصبحت إيران لديها يد طولة في هذه الدول، مما يجعل صراحة المواجهة المباشرة مع إيران صعبة المنال إلى حد كبير جدا. تراجع النفوذ الروسي في المنطقة بعد الحرب في أوكرانيا، أتحدث هنا عن تراجع النفوذ الروسي خاصة في سوريا، إلى أي حد لربما سرع في المطالبات بتشكيل هذا الحلف؟ يعني صراحة أنا أعتقد أن فكرة الحلف لم تأتي من الأردن، إذ ما أردنا أن نأخذ أن الأردن هو المتضرر الأكبر من الانسحاب الروسي إذا ما تم صراحة في سوريا، ولكن أعتقد أن الناتو العربي هدفه في البداية أو الناتو عسكري الشبيه بالناتو الغربي
هو بالبداية هدفه صراحة سياسي، بمعنى إدماج إسرائيل في المنظومة العسكرية الأمنية العربية. ولكن صراحة يعني الانسحاب الروسي، لا أدري إذا كانت روسيا بالأصل تشكل ضمانة في العالم العربي، ضمانة للاستقرار، لأن الوجود السوري لم يحرم إيران من زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي الإقليم العربي. لذلك إذ ما أردنا أن نتحدث عن بيئة جديدة للتحالفات من أجل كمح الجماح النفوذ الإيراني، أنا أعتقد أن الفكرة هي ليست فقط مثلا من الجانب الأردني، ولكنها قد تكون من الجانب السعودي أو الإماراتي أو المصري ولو كان أقل صراحة حماسة. أنا أعتقد أن الأخوة في مصر أقل حماسة لتشكيل نيتو، لأن الأخوة أو نيتو عربي، لأن الأخوة في مصر لا يريدوا أن يزاحمهم أحد على يعني النفوذ في المنطقة، ولا يريدوا أن يعطي صراحة فريلانس أو ما تسمى بورقة مجانية لبعض الأطراف الإقليمية لأنها تقود صراحة أي عمل عسكري أو تحالف عسكري، وتكون مصر هي فقط جزء من هذا التحالف ولا تكون زعيمة لمثل هذه التحالفات. قياسا على البعد التاريخي والديمغرافي والسياسي، الثقل السياسي الذي تشكله مصر في المنطقة. نعم، يعني نشهد في هذه الآونة زيارات وتحسين علاقات، مثلا الأمير القطري في مصر بعد حوالي يعني 7 سنوات من القطيعة، وتحسن العلاقات بشكل عام بين هذه الدول، وأيضا يعني زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى تركيا. هذه الزيارات والجولات المكوكية هل لها علاقة بتشكيل الحلف؟ يعني أنا أعتقد صحيح تحركات السياسية الأخيرة التي جرت في المنطقة تعبير أساسي عن مبدأ أساسي عام في العلاقات الدولية، وهو أن العمل السياسي هو عمل متحرك وليس عملا جامدا، وأن عدو أمس هو صديق اليوم، وصديق اليوم قد يكون عدو غدا. فلذلك أنا أعتقد أن هذه التحركات تأتي في سياق طبيعي لتبدل العمل السياسي في العلاقات الدولية. أنا أعتقد أن صراحة يعني الدول العربية والدول الإقليمية وخاصة تركيا أصبحت بحاجة إلى هذا التعاون المشترك. يعني لا يمكن أن نتصور أن يكون الشرق الأوسط صراحة دون وجود تركيا كلاعب أساسي، ولا يمكن أن نتصور العالم العربي دون وجود السعودية أو مصر أو العراق على أن تكون لاعبا أساسيا في المنطقة. فلذلك أنا أعتقد أن هناك شبه ضوء أخضر لعودة الدور السعودي كدور فاعل في المنطقة، بالإضافة إلى مصر، بالإضافة إلى الأردن، بالتعاون مع تركيا، بالتعاون أيضا مع إسرائيل، يعني نشاهد أيضا يوميا تطور في العلاقات الإسرائيلية التركية، بالإضافة إلى الدخول المفاجئ والسريع والكبير لإسرائيل على الخط العربي. فلذلك أنا أعتقد كل هذا العمل المتحرك وهذا العمل السياسي يشي بنوع من التحالفات السياسية الجديدة، لكن هل التحالفات السياسية الجديدة ستنعكس على وجود تحالف عسكري جديد يضم بين ثناياه إسرائيل مثلا وتركيا في المنطقة، وهل سيكون موجه ضد إيران، أم هو لتحصين الوضع السياسي والأمني للدول التي لم تصلها إيران بعد؟ هل نعم دكتور بدر، يعني بوضوح، هل هدف هذا الحلف صد إيران أم صد حتى النفوذ الروسي؟ لا أعتقد أن روسيا حقيقة الآن ستكون في مرمى هذا الحلف. تركيا تتميز بعلاقة جيدة جدا مع روسيا، الأردن لها علاقة جيدة، هناك علاقة جيدة ومتطورة الآن بين السعودية وتركيا، وكذلك في نوع من الاستقرار في العلاقة المصرية التركية، وكذلك الإماراتية التركية والروسية. فلذلك أنا لا أعتقد أن الدول العربية ستضحي، في كثير من الدول العربية ستضحي في العلاقة مع روسيا من أجل هذا التحالف، ولكنني أنا أعتقد أن الأولوية هي لوقف النفوذ الإيراني. النفوذ التركي عندما يكون موجود هو موجود في نفوذ عسكري هنا أو هناك، ولكن المشكلة في إيران كدولة أقليمية هي لا تحترم صراحة البعد الاستراتيجي والبعد الأمني والبعد الديمغرافي لهذه الدول العربية، وإنما تحاول دائما أن تتعامل مع هذه الدول على أنها دول هامشية، وهي تصنع صراحة قوى وطنية قادرة أن تتحدى الدولة الوطنية عن طريق ميليشياتها وأذرعها لتنفيذ مصالح إيرانية. نعم صح.
نعم، أيضا يعني في ظل تزايد عمليات تهريب المخدرات من الحدود السورية إلى الأردن، ما هي الخيارات المطروحة أمام الحكومة الأردنية الآن؟ يعني وهل هناك خيارات مقابل يعني أو تحرك منفردة؟ الأردن صراحة يعني هي قادرة أن تتحرك منفردة في الجنوب السوري والشمال الأردني، ولكنها دائما تحاول أن تضع الأطراف العربية المعنية بما يجري على الحدود. الآن صراحة نحن في مواجهة كبيرة جدا مع تجار المخدرات، وهذا صراحة أنا أعتقد أنه واجهة لحرب سياسية عسكرية تقوم فيها إيران وميليشياتها في الجنوب السوري. هي محاولات لابتزاز الموقف الأردني. الأردنيون سيعملون بكل ما أوتوا بالقوة من ضمن تحالفاتهم العسكرية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية لمحاولة صد هذا الهجوم الذي عنوانه المخدرات، ولكن في تفاصيله أكثر من قضية المخدرات. فلذلك الأردن قادرة الآن أن تتعامل مع هذا الحدث، ولكنها لا تستغني أبدا عن الدعم العربي والدعم الإقليمي والدولي. ولكن أيضا هناك صراحة ضغوط أردنية كبيرة جدا على الحكومة السورية الآن، في ضرورة أن تقوم الحكومة السورية بواجباتها، ضرورة أن تعترف الحكومة السورية أنها لا تلعب حقيقة دور موحد في الدولة السورية، ولكن هناك أدوار عديدة داخل الدولة السورية مما يجعل وحدة القرار متفتتة. فلذلك لن يبقى أمام الأردن إلا مواجهة هذا الخطر سواء منفردا أو في التحالفات. يعني بطبيعة الحال هناك تقارير تشير إلى أن النظام السوري يعتمد بالفعل تجارة المخدرات لتمويل نفسه في سوريا. إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي، شكرا جزيلا لك.